إلى ذلك أعرب مجلس علماء باكستان عن استنكاره إزاء دعم دولة قطر للمتمردين الحوثيين وتواطؤها مع إيران ضد المملكة العربية السعودية. وقال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي إن من المؤسف والمثير للقلق إعلان دولة قطر دعمها لإيران بعد القمة العربية الإسلامية الأمريكية، معربا عن استنكاره دعم قطر للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن في عدد من الدول الإسلامية. وقال الأشرفي في بيان صادر عن المجلس في إسلام أباد إنه يجب على حكومة قطر مراعاة مشاعر المسلمين في العراق وسوريا واليمن ومعالجة تحفظات الأمة الإسلامية إزاء موقفها. وأشار رئيس مجلس علماء باكستان إلى أن قطر سعت إلى إلحاق الضرر بالجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين.